المتدرعات الهندسيه. احنا كان عندنا المتدرع الحسابيه، انا بقول مثلا ايه 2 5 8 11 وهكذا، فكنا بنقول ان ا يساوي 2 ود يساوي 3. جت منين الدال؟ طرحنا 5 ناقص 2 او اي حد ناقص اللي قبلها 8 ناقص 5 كده. المتقدم كانت متتابعه حسابيه. المتتابعه الهندسيه بقى بتبقى ايه؟ 2 6 18 54. انا حاسس انها بتزيد قوي. متتابعه هندسيه بيبقى فيها ايه بقى؟ حد الاول برضو الف اتنين، ولكن ده مش جايه بقى من مفيش دال بقى، دال اسمها ريت. دي حاجه، دال غير اسمها حاجه ريت. الحاجه الثانيه ان الريت دي بتيجي من ايه؟ مش من طرح، لا بتيجي من اسم، يعني اقسم 6 على 2 تطلع 3. الاحظ انا حاجه ان انا في المتابعه الحسابيه كل مره عمال ازود 3 ازود 3، لا هنا في المتابعه الهندسيه كل مره بضرب 3 بضرب. يبقى النتيجه المجمع في الحسابيه قلب ضرب في الهندسيه، اللي كان طرح في الحسابيه قلب اسمه في الهندسيه. ناخد زي مقارنه في القوانين بين الحسابيه والهندسيه عشان تبقى عارفين ايه الدنيا ماشيه ازاي. يعني اهو القوانين اهي، لو قلنا الحسابيه هنا قلنا الهندسيه هنا. احنا كان عندنا شويه قوانين كده، الحسابيه والهندسيه. اول قانون كان عندنا قانون الحد العام او الحد المنفي. الحد العام موجود هنا وهنا برضه، الحد العام. المتتابعة الحسابية كان الحد العام كان عبارة عن إيه؟ أ نون يساوي أ زائد نون ناقص 1 في د. طبعا النون زي ما اتفقنا، النون هنا بترمز لرتبة الحد. المتتابعة الحسابية بقى الحد العام أ نون يساوي ما عادش زائد بقى، بقى ضرب. كنت بضرب أ في ر، مفيش بقى إيه؟ الدال بقى اسمها ر، ونون ناقص 1 دي ما بقتش مضروبة في الدال، لا بقت أس. يعني قانون أ في ر أس نون ناقص 1، مش عارف يشيل علامة الضرب دي، لأن طبعًا دي حروف مش عارف الضرب. يقول الحد العام أ في ر أس نون ناقص 1. يعني بمعنى إن أنا لو قلت مثلًا ح 5 هنا ألاقيه أ زائد 4 د. ح 5 هنا في الهندسية ألاقيه أ ر أس 4. ينقص 1 ضرب. ولكن مفيش زائد بقى في اس. طيب الحاجة التانية قانون المجموع، المجموع له حد، المجموع له حد يعني عدد معين من الحدود. مجموع له حد، في هنا برضه مجموع له حد. المجموع هنا طبعا له قانونين وهنا له قانونين. احنا هناخد قانون واحد وخلاص في التقسيم. القانون هنا كان جيب نون بيساوي نون على 2 ا زائد نون ناقص 1 في د. ده القانون العام يعني بتاع المجموع. هنا قانون بقى جيب نون ا ونفتح قوس كده ر اس نون ناقص 1 على ر ناقص 1. القانون هنا النون دي جايه على الري بس، مش جايه ايه؟ نون ناقص 1 مش مع بعضها. بص مين جايه على الري فقط. طيب تيجي بقى المتتابعه الهندسيه تزيد قانون اسمه مجموع عدد غير منتهي من الهدوء. يعني بتخيلوا ان احنا ممكن نجمع مع عدد لا نهائي من الهدوء، مش عارفين عدد. القانون ده طبعا بيستخدموا فيه التفاضل، ووصلوا في الاخر لان الجيم ما لا نهايه، بيسموه كده جيم ما لا نهايه، الف على واحد ناقص. يعني يعتبر هو نفس القانون ده بس شالوا القوس ده، وبدل ما ري ناقص واحد عملها واحد ناقص. طب ليه ما خلاش ري ناقص واحد؟ قالوا لان الري هتبقى اقل من واحد، صحيح؟ يعني الري دي ممكن تلاقيها نص، تلاقيها ربع، تلاقيها سالب. هو القانون بيقول بقياس ري اقل من واحد. يعني
سالبه الممتاز بتاعها هيخليها مجرد. فالقياس ليه اقل من واحد؟ يعني عايزين يقولوا ان الري عباره عن كسر 20 اصغر من واحد او كسر اصغر من واحد او اكثر. فده كده كملخص القوانين الايه؟ المتتابعتين. هيجي يجيب لي هو طبعا مش هطلب كل المطلوبات دي في المساله، بس انا بقول ايه عشان تبقى مساله شامله، يعني ممكن يطلب مطلوبين بس او مطلوب واحد كمان. انا جايب فيها كل المطلوبات اللي ممكن يطلبها بحيث تبقى مساله شامله. كل المتتابعه عند الصفر 18 و6 و2 و1، زي ما احنا كنا بنقول ان المتتابعه الهندسيه المتابعه الحسابيه من اول ما بنشوفها بنطلع الف ودال، لا دي بنطلع الف ودال. الالف هيبقى بكام؟ 18. الر دول لازم نطلعهم من اول قبل اي كلام. الر بقسم الثاني على الاولاني 6 على 18، هلاقي ان الر ده طلعت لي توجه، يبقى كده الر بتوجه. جبنا الالف والر نبروز دول كده عشان هنشتغل على اساسهم. طالما الر طلعت كسر كده اقل من واحد، الطول ده اقل من واحد، نعرف انه ممكن يطلب مني مجموع عدد غير من ده. طيب هو بيقول لي اوجد اول حاجه ايه؟ اه 10. طيب اه 10 بمعنى اتفقنا في الحسابيه كنت بقول ا زائد 9 د، لا في الهندسيه هقول ا ليه اس 9 ونعوض ا اللي هو 18 اللي هي 1 على 3 اس 9 واطلع لك كده. طب النصيب الثاني رتبه الحد الذي قيمته 2 على 9. اه رتبه الحد زي ما اتفقنا بتبقى من قانون الحد العام او كتب قانون الحد العام بتاع الهندسه. هو بيقول لي قيمته 2 على 9، هو كاتب يساوي 2 على 9. طالما قيمته 2 على 9 نكتب جنب القانون يساوي 2 على 9. ونبتدي نعوض 1018 في الري اللي هي تلت اس ناقص 1 يساوي 2 على 9. عايزين بقى نحل المعادله دي. طبعا هنستخدم موضوع الاسس اللي احنا خدناه قبل كده، بس نخلص من 18 دي الاول او اديها ايه؟ اسمها ايه؟ طب انا لو خلصت من 18 دي المساله كده تلت اس ناقص 1 يساوي هتطلع تلت ثانية واحدة هتبقى 1 على 1 كمان. طبعا المساله كده انا اقدر احلها اسس او احلها لوجاريتمات. سهل انها تتحل اسس لان ال 81 عباره عن 3 اس 4. 81 ده 3 اس 4. فانا ممكن اقول كده يبقى تلت اس ناقص 1 يساوي 1 على 3 كل اس 4. طيب وبناء عليه الاساس زي الاساس يبقى اس يساوي اس، يعني نقول ناقص 1 يساوي 4 ودي 1 الناحيه لانه يساوي 5. يعني معنى كده الحد اللي هيبقى قيمته 2 على 9 هيبقى حق 5. طب عشان نتاكد من اجابتنا حق 5 لو انا جبته يبقى 2 اس 4 يعني 18 في تلت اس 4 هلاقيه طلع لي 2 على 9 بقى. يعني الحد الخامس هنا في الاول الثاني الثالث الرابع الخامس هنا هيبقى كام؟ 2 على 9. 2 على 9. من الجزئيتين اللي فاضلين بقى اللي هو ايه؟ طالب مجموع 10 حدود الاولى منها. مجموع 10 حدود الاولى منها اللي هو الجزئيات الثالثه وانا كاتب القانون. القانون بيقول ايه؟ بيقول يساوي أ في ر أس ناقص 1 على ر ناقص 1. معروف. أنت عايز مجموع 10 حدود يبقى في 10. طبعا ال 10 دي هنقول الألف ب 18 أفتح قوس كده أهو ر ب 12 أس 10 ناقص 1 على ر اللي هي 12 ناقص 1. هنسيب كل ده على هنا. هو عايز مجموع عدد غير متناهي، ده بيقول لي اثبت انه يمكن ايجاد مجموع عدد غير متناهي. حته اثبت دي هما كلمتين الاول. هقول له بما ان رجل بما ان اقل من واحد، او المفروض اقول له مقياس رجل. ليه؟ عشان لو الري سالبه حتى يبقى ايه؟ مقياسها شيء. اذا يمكن ايجاد مجموع عدد غير متناهي. ده يعني ده اثبات. واوجد هذا المجموع. يقول لي اثبت يمكن ايجاد مجموع عدد غير متناهي في الرضا او الكلمتين دول هم الاثبات. اوجد هذا المجموع او كتب القانون. اما انا الان اساوي ا على 1 ناقص 1 نعوض ا بكام؟ 18
واحد ناقص دول ونحسب الكلام ده على الآلة هيطلع 27. يعني معناه أنا لو جمعت عدد لا نهائي من الحدود هيطلع الإجابة 27. أجيب لي المتتابعة ديت مش موجودة ويقول لي أنا اللي كون المتتابعة. زي الحسابية بالظبط، بنى نفس القصة. حتى الثاني يعني هلوحة 2 يساوي 6 وحدها الثالث 18، فأنت ترجم المعلومات دي برضه نحل معادلات. ح 2 يعني ألف ريتر يساوي 6، ح 3 يعني ألف ريتر يساوي 18. طيب احنا عاوزين نحل المعادلات اللي نجيب الألف والريتر، أدي معادلة وأدي معادلة. هنا بقى مش هنطلع المعادلات زي الحسابية، لا ممكن نقسمها. لو أنا قسمت المعادلة الكبيرة دي على الصغيرة، يعني قسمت ألف ريتر على ألف ريتر وقسمت 18 على 6 على 10، الألف هتشال مع الألف وريت تربيع على الريتم 18 على 6 تساوي 3. كده جبنا الريتم. بعد ما جبنا الريتم نعوض نجيب الألف، نعوض في أي معادلة ولتكن الألف. يبقى ألف ريه على ألف من 3 يساوي 6، ودي 3 دي من القسمة، يبقى الألف تطلع زي الحسابية بالظبط. طالما أنا جبت ألف ودال ببقى جبت المتتابعة. هنا طالما جبت ألف وريه ببقى جبت المتتابعة. إيه هي المتتابعة؟ نكتب الحد الأول أقول له المتتابعة هي، أقول له المتتابعة هي، بكتب الحد الأول اللي هو 2 وكل مرة بضرب في 3، مش بزود 3 بقى زي الحسابية، لا كل مرة بضرب في 3. يعني 2 في 3 يبقى اللي بعدها يبقى 6، 3 18 54 وهكذا. كده جبنا المتتابعة. بعد ما اجيب المتتابعة بقى يجي مجموع 15 حد. أقوم كاتب القانون وأعوض خلاص. واحد ألف ناقص واحد وعوض ألف باتنين ريت بكام؟ بتلاتة. بس 15 ناقص واحد على 3 ناقص واحد وطلع المجموع ده على الآلة خالص. يبقى أنا كده أوجدت المتتابعة وممكن يطلب مني المتتابعة دي برضه، بس يقول لي يعمل لي تحويرة بسيطة. بدل ما يقول لي حدها الأول 2 وحدها الثالث كده والكلام ده، يقول لي إيه؟ حدها الاول زائد حدها الثاني او 2 و6 فعلا 8، حدها الثالث والرابع فعلا انا جمعت دول 72. يقول لي برضه اوجد المتتابعه والمجموع 15 حد دلوقتي. طبعا هو مش هكون جايب لي المتتابعه، انا اللي اوجدها. انا هاخد المعلومات وترجمها برضه وعدلات وحلها، مش لا اي فرق. يعني اقوم واخد ايه؟ المعلومه الاولى اللي هي بيقول لي الزيادة بقى أصعب شوية، مش أصعب يعني أقوى شوية. ها واحد يعني ألف، ناخد المعلومة الأولى دي نترجم. ها واحد لو ها اتنين نترجم على طول بقى. ها واحد اللي هو ألف، ها اتنين اللي هو ألف ريال. وما نسيبهاش على كده، ما نسيبهاش على كده. ناخد منها عامل مشترك، لأن أنا مش عارف أجمع دول، ناخد عامل مشترك. ألف وألف على ألف فاد واحد، ألف ريال على ألف فاد ريال. يساوي 8 وبروزها على طب حدها السادس زائد الرابع يساوي 72، بترجم دي 1000. حدها الثالث يعني 1000 اس، حدها الرابع 1000 اس 3 يساوي كام؟ 72. ناخد عامل مشترك برضه. طب انا لو خدت عامل مشترك هاخد الالف وهاخد ري التربيع، لما بلاقي هنا ري وهنا ري باخد الري الصغيره يعني. هطلع قوس المفروض العامل المشترك ده بيتقسم عليه وده بيتقسم عليه. انا لو قسمت ده على ده الالف هتضيع مع الالف والري هتضيع مع الري، يعني هتفضل واحد. لما اقسم ده على ده ايه اللي هيحصل؟ الف هتضيع مع الالف، ري تكيب على ري تربيع تديني ري تساوي 2 و7. دي المعادله الثانيه. زي ما اتفقنا المتتابعه الهندسيه شغاله قسمه قسمه معادلات. يعني انا هقسم المعادله الكبيره دي على الصغيره. الف ري تربيع 1 اقسم الطرف الايمن على الايمن، الطرف الايسر على الايسر 72 على 2. هل الالف تضيع مع الالف؟ الواحد زائد ري مع واحد زائد ري تفضل ري التربيع يساوي 9. طب اخد الجذر التربيعي موجب اس سالب ري يساوي موجب اس سالب ري. ساعات هو يقول لي ايه؟ يقول لي متتابعه هندسيه حدودها موجبه. حدودها موجبه يبقى انا هاخد الري ب 3 بس. بقول له السالب 3 مرات. طيب
ساعات من اللي اثبت انه توجد متتابعتان. هو فعلا كده الريح مره في ثلاثه، والريح ممكن تكون بسالب ثلاثه. الريح دي هيبقى لها الف والريح دي هيبقى لها الف. اهو المساله كانها اتقسمت متتابعتان، ان الريح دي هضطر اجيب الف اعوض فاقول المعدل ايه؟ ممكن اعرف الف واحد زائد ثلاثه يساوي 8، الف دي 4 يساوي 8، نودي الاربعه بالقسمه يبقى الف يساوي 2. يبقى دي المتتابعه الاولى. طب المتتابعه الثانيه، لو قال لي متتابعه حدود المتابعه انا كنت بس دي لا ايه مرفوض، برضه هنا الف في 1 زائد 2 يعني 1 ناقص 3 يساوي 8، يعني الف في سالب 2 يساوي 8، ودي دي القسمه بسالب 4. يبقى المتتابعه الثانيه طبعا بنكتب الالف وكل مره بتضرب في سالب 3. لما بنلاقي كده بتلاقي مره ايه، مره تطلع سالب ومره تطلع موجب، يعني بنلاقي فيها ايه الري سالبه غير المتتابعه، حد يطلع سالب التاني يطلع موجب. او هضرب بقى في سالب 36 وهكذا. هم دول المتتابعات. ممكن يقول لي يوجد مجموع 15 حتى للاولى،